هاي المدينة يتمتع بالسلام بالأمن، موجود بها مجموعة من الفنانين. احنا فريقنا أنا وجون علي غالب معروف بتلافر، شكلنا فريق، هو يدير الفريق إعلاميا وأنا يدير الفريق عمليا. فاحنا مجموعة من الفنانين، مو بس مجموعة من الرسامين، نشتغل يعني أي شيء نشوفه أنه يخلص كمية قليلة من الفلوس، فنجمع بيناتنا احنا اللي عنده راتب واللي يشتغل شغله زين، كل شهر يدبله 5000 بصفحة. فهاي الفلوس نجمعها نشتغل لفت شيء المدينة. أول مشروع أطلقناها نرسم جدران المدينة. أكيد هي يعني أي مدينة الطوب بالواجهة تشوفها حلوة، فتاخذ فد نظرة حلوة عن المدينة. يعني كمثال هسه يعني من يجينا زائر من أي مدينة أو من خارج البلد يشوف المدينة عبارة عن لوحات وهاي، فإنه يأخذ نظرة حلوة إنه هاي المدينة يتمتع بالسلام بالأمن، موجود بها مجموعة من الفنانين متعايشين بيناتهم. فأنا يعني أعكس هاي الصورة للناس اللي ما جايين لتل أحفر. أول شيء نصيحتي يطورون نفسهم، ماكو مثل الفن حلوة، يعني لما يكون ضايج أو يكون عنده فراغ فيقضيها بالفن، يعني إذا كان عزف أو كان رسم أو شيء، وبالتالي اللي يريد يعاوننا. فإحنا أصلاً يعني مجموعة متطوعين، لنشتغل بس للمدينة.